أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدي برنامج استراحة الظهيرة. اليوم احنا حلقة جديدة راح تكون بتفاصيل مهمة ذكرناها يمكن سابقا أحد الحلقات، لكن راح نروح إلى فاصل وبعدها راجعين. اهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي برنامج استراحة الظهيرة وحلقة جديدة اليوم ويانا اكيد راح تكون مميزة. تحديدا اليوم حديثنا راح يكون مميز وبتفاصيل كثير ناس سألت عنها وكثير ناس اهتمت بها. يمكن كلنا نعرف اليوم نجاح الدراما العراقية اللي صار بالساحة العراقية وأيضا للفنانين الرواد وحتى الشباب. غالبا ما احنا نسمع انه الرواد انظلموا والرواد نسوا، الرواد ما موجودين الساحة، يعني ما موجود بها الرواد بشكل كبير، لكن بالسنوات الأخيرة السنة الماضية وهذه السنة يمكن شاهدنا انه اكو مكافأة هي موجودة للرواد وللشباب لتواجدهم بالأعمال الدرامية. لكن اليوم ايضا توقفنا عند اشاعات وايضا لغط ممكن صار بسبب التكريم للشباب وللرواد، مشاكل هواية نسمعها، مشاكل هواية احنا نناقشها ايضا ويا اصحاب الرأي العام، انه ليش انا ما تكرمت، ليش فلان تكرم، ليش ما اجتني دعوة، ليش انا ما كنت موجود، انا مو من ضمن الموجودين بالوسط الفني. لغط كبير واللي جاوب عليه هو شخص واحد، لكن راح ناخذ فاصل وبعدها راجعين. شكرا سيادة المخرج لاختيار هذه الأغنية. طبعا هذه الأغنية هي من الكلمات اللي نحتاج نسمعها، من القوة والإصرار انه احنا نقدر، وان شاء الله كنا نقدر نغير نحو الافضل، ان شاء الله كنا نقدر نغير الاشياء السلبيه والاشياء اللي خاصه نسمعها بالسوشيال ميديا من التنمر ومن الانتقادات. كافي مفروض احنا نعدي، فان شاء الله نقدر نغير احنا كل الاشياء السلبيه اللي موجوده بارض الواقع وايضا بواقع العالم الافتراضي. اذا اليوم احنا نبلغكم بربط الأحزمة ونبلغ ضيفنا بربط الأحزمة. ضيفنا اليوم هو المشاكل حاليا كلها على راسه، اللغط كله على راسه، الاتهامات. هو اليوم متهم، لكن اليوم احنا ايضا راح نسأله، هو راضي بانه يكون متهم بكل سنة؟ هو مؤسس لمهرجان الهلال الذهبي، الصحفي والإعلامي حيدر النعيمي. نورتني. اهلا وسهلا بك صديقي العزيز الغالي الزميل ساره الربيعي وعلى كل مشاهدي فضائيه سامراء العزيزه اللي تعودنا دائما بعد الهلال نطلع على شاشتها. راضي اليوم انت متهم؟ لا انا مو متهم، انا سعيد جدا كون انه الزلزال العنيف الذي احدثه الهلال الذهبي ما مر مرور الكرام. هذا اللغط يدل على تأثير الهلال الذهبي في الوسط الإعلامي والفني والثقافي والاجتماعي. هاي برودة الأعصاب وهذا الهدوء وهذه الثقة اليوم اللي تتكلم بيها، بس بيها الاتهامات. اليوم انت متهم، يعني لا تنكر انه انت اليوم من خلال المتابع او المشاهد او حتى الأصدقاء انت اليوم متهم، متهم بعدم ارسال دعوة، متهم بتقصيرك، متهم. يعني انت اليوم هذا المجال اللي اختاريته ابتعدت شوية عن الصحافة، صح انت نفس الدائرة دائرة الاعلام، لكن ابتعدت عن الصحافة، اقتربت للمهرجانات وقدرت تنجح. رضا الناس
غاية لا تدرك. فماكو شيء متكامل او مثالي. ايضا انت مو مثالي، ايضا يوم انت يوم ممكن تشوف نفسك انه انا يوم ممكن قصرت بحق شخصية. نعم قصرت واعتذر عن التقصير، لانه اكيد كان يعني تقصير غير مقصود، سواء بنسيان احد او بجزئية معينة، ولكن لماذا نبحث عن الجزئيات؟ لماذا لا ننظر الى العمل بشكل كامل على اللوحة الجمالية التي رسمت للعراق ولبغداد وللفن الدرامي العراقي؟ أنا حابة اليوم يعني صراحة حيرة بشنو أبلش، بس حابة قبل لا أبلش بالتفاصيل، أستاذ حيدر، إحنا ما نقدر ننجح بالعراق، ليش تريد تحول هذا النجاح خارج بقعة العراق؟ متوعد إن أنت حضرتك إن بأن المهرجان راح يكون عربيا وراح ينتقل من العراق. لا أنا ما قلت انتقل من العراق، هسه هو موضوع الانتقال من العراق هو وارد، ولكن أنا ما أعلنت. أعلنت سابقا أيضا بقناة ببرنامج صراحة الظهيرة أنه ممكن أنه ما راح يكون ب طيب وارد. هذا الممكن والوارد شنو سببه؟ ليش تريد تحول هذا النجاح اللي تحقق به العراق تحوله للدول المجاورة أو عربيا؟ هل هذا ضعف اليوم احنا نشوف انه العراق هو ما يحتضن هذه المهرجانات او هذا النجاح؟ لا بالعكس، هاي نقطة قوة انه العراقي يصبح يعمل خارج اطار المحلية وينطلق عربيا. الهلال الذهبي هو اول حفل توزيع جوائز في تاريخ العراق ينقل عربيا بشكل هائل ويصبح ترند على السوشيال ميديا العربية وعلى الفضائيات العربية، ويحظى باهتمام عربي. في ظل هكذا أجواء من العمل أن تصنع حدث ويشار إليه بالبنان عربيا فهذا إنجاز. فبالتالي نحن في صدد نقل التجربة العراقية وجعلها عربية. هي أكو شقين، الشق اللي حضرتك تكلمت عنه انه اليوم العراقي يكون مشارك عربيا بمهرجانات، مشارك بحفل فخم مثل الهلال، لكن اليوم ايضا احنا نشوف انه تنجحون هنا وترجعون تروحون تغادرون، ممكن نسمع بيوم الايام حتى حيدر النعيمي هو مستقر خارج العراق، هو مهرجانه خارج العراق، طيب العراق ليش ما انه النجاح هذا يستمر به ويتكرر بي يعني بكل سنة يتكرر؟ بصراحة البيئة العراقية بكافة مجالاتها هي بيئة طاردة وليست مرحبة. أي شخص طاردة؟ طاردة. شنو السبب؟ طاردة بحكم المجتمع، بحكم الوسط، احنا غير مستقطبين. والدليل على مدار التاريخ يعني من الاربعينات واول الخمسينات وصعودا نلاحظ اغرب يعني اغلب المبدعين الكبار حتى على مستوى العالم هم ليسوا في العراق، هم خارج العراق. وكثيرين من الاسماء على مستوى الشعر، على مستوى الموسيقى، على مستوى الفن التشكيلي، على مستوى الطب، على مستوى الهندسة، على مستوى الاعلام، بكافة المجالات. العدد من راح يبقى؟ يعني نتمنى انه تهدأ النفوس ويعني نبدي نستقبل كفاءتنا العراقية بالخارج بصدر رحب، او نحافظ على من يريد ان ينجح. طيب انت تقول اتمنى او نتمنى، ليش تتمنى ما هذه الامنية هي تحققت؟ يوم انت بارض العراق يوم انت محقق نجاح وانجاز وكل شيء له ضريبه، فبالتالي انت اليوم حضرتك اذا تريد تنقل هذا النجاح للعراق، ما هذا العراق ما هذا النجاح خلاص يعني راح يعني ينسب لمكان اخر او لدوله اخرى. لا انا عراقي واعتز بعراقيتي واعتز باهلي وناسي، يعني ما ممكن واحد يغير يعني انتماءه او جنسيته او ولادته او مكان ولادته نجاحه انجازه او اهله او احبابه. ولكن يعني احيانا اشعر انه البيئه اللي عايشين فيها هي بيئه لا
لا ترحب بالنجاحات الكبيرة. البيئة ولا اللي بالوسط نفسه، بالوسط لا، الفني؟ البيئة بشكل عام، على مستوى العمل، على مستوى الوسط، على بكافة المجالات. إذا نستعرض على الطب وعلى الهندسة وعلى التشكيل وعلى الشعر وعلى الموسيقى، أهم الأسماء العراقية هي وين؟ خاف لأن وحدك؟ الحمد لله أنا مو وحدي. وحدك بهاي الإنجاز، بهذا الإنجاز اليوم اللي إحنا اليوم لا، بنحتفل إنجاز فيه كلنا. لفريقي، الإنجاز ولنقابة الفنانين، إنجاز للناس المؤمنين، إنجاز لأصدقائي للمحبين. اللي مقويني بعض الكلمات من ناس مو معروفين ما لهم علاقة حتى بالفن، يقول لي هذا حفل الهلال هو مو مالتك، هذا مال العراق. فأني أنا أصمت يعني، خلص يعني، يخرسني هذا القول يعني. يقول لي هذا مو مالتك، هذا مو ملكك، هذا ملكنا. مثل ما صار خليجي البصرة بالرياضة، أنت كأنه ساويته كخليج الفن مثلا، بنفس الفعل بنفس القوة. قدمت بغداد والعراق بصورة جميلة جدا، حياة مدنية تعشق الحياة، تعشق الفن، هنالك أزياء من مصممين عالميين ومحليين، هنالك شغف بروح المدنية هاي الجميلة. بغداد اللي كانت سابقا تستقطب، حيدر أحياها. وبالتالي هو مو حيدر وحده، هو فريقه مع النقابة، مع الناس المؤمنين، مع الأصدقاء. هذه الكلمات هي كانت وقودي بصراحة. الأصوات التي ظهرت هنا وهناك تعترض على جزئيات هذا العمل هي محقة، لأنه قلت لك في بداية حديثنا ماكو شيء متكامل يعني، ولكن ملاحظات موجودة، ملاحظات أنا يعني أبصم عليها ولكن ما تؤثر على اللوحة العامة. طيب احنا هسه قبل نبلش بالاسماء، عندنا اسماء راح يعني نتحدث عن كثير تصريحات ظهرت في السوشيال ميديا، لكن قبل الاسماء اكو هواي اعمال اليوم ما موجوده بالهلال الذهبي، مو كتكريم ايضا اليوم ممكن احنا نشوف اذا نريد نصوت. ما هي الاعمال او ما هي المؤهلات اللي اعتمدتوها لان حتى تاخذون الاعمال وتترشح يعني تكون موجوده من ضمن البرامج اللي تتصوت لها؟ جميع الاعمال على كافه القنوات العراقيه او القنوات الموجهه الى العراق، يعني باعمال عراقيه، هي داخله في التصويت. كافه الاعمال وكافه البرامج، يعني اذا بين قوسين الرمضانيه بالتحديد. في موقع الويب سايت للهلال الذهبي موجود، ما زال شغال موقع الويب سايت، كان هناك فقره التصويت. التصويت عليه 40%، ولجنه الحكم مثل كل سنه عليها 60%، وكل سنه تصعد الى المنصه لجنه الحكم تتلو بيان اللجنه، ومن ثم تظهر النتائج بدمج النتيجه التصويت الالكتروني اللي هو تصويت الجمهور مع تصويت لجنه الحكم. ليس هنالك محددات، ليس هناك شروط، الجميع متاح له ان يشارك. يعني يوم كل البرامج العراقيه هي شاركة. جميع البرامج وجميع الاعمال الدراميه الرمضانيه للقنوات العراقيه او القنوات الموجهه للعراق. طيب رغم انه هذا الجواب اليوم انا لاحظت اكو اختلاف عليه، انه هاي احنا برامجنا ما شاركت، احنا عندنا برامج بس من جينا نصوت. كيف تعرفين انه برنامج تشارك او ما شارك؟ يعني من خلال التصويت؟ لا 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 لا، يعني يعني شو ممكن نصوتين على برنامجك؟ اوكي يعني وين منو 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 ماسك الثاني حتى من يصوت على برنامجه او على العمل اللي يحبه؟ اليوم هم دخلوا للتصويت وما وجدوا برنامجهم. هناك ثلاث ترشيحات. يعني ثلاث اسماء. طيب. التصويت الالكتروني مع لجنه الحكم. ناخذ الترشيح الاول، الثاني، الثالث. ممكن انت بترشيح الرابع او بترشيح الخامس او بترشيح السادس او بترشيح السابع. تظهر على الشاشه الثلاثه الاقرب بالنتيجه. اليوم الترشيح الالكتروني هل هو متسع كل البرامج التلفزيونيه طبعاً. العراقيه الدراميه؟ طبعا. ليش هواي قالوا دخلنا ما لقينا برامجنا؟ شلون؟ شلون ما لقينا اعمالنا؟ هو التصويت، تصوتين وطلعين، ماكو شيء بين عندك. يعني صوت على اسم. صوت على اسم اي. اها. يعني هو الحق الفارغ، افضل ممثل، حق الفارغ، ما بي افضل ممثل للجميع. للجميع، متاح للجميع. طيب
قضية الأستاذ الكبير والممثل القدير سامي قفطان نريد ندخل بها مباشرة. اليوم اعترف من خلال منشور، طبعا اكو صورة ويانا راح ترافقنا بالجو، هذا كان التكريم اللي حضرته، وهذه ايضا صفحته الشخصية بين رأيين هنا، بالرأي الاول اللي هو شكرك ولكن قال انه مجرد كارتات، وايضا فيما بعد رديت عليه رجع قال انه اني ايضا اقول انت ما قصرت وياي، بس انا اقصد على الاجور اللي موجوده بالسبونسر. شنو السؤال؟ السؤال اليوم شنو تقصيرك بحقه؟ او شنو اللي تفاجأت به من خلال ما انه هو قال شكرا لك ما قصرت وياي، اليوم هو قدم لك يعني كلمه انه تقصرت وياه، شنو قصرت؟ شنو قصرت وياه؟ قصرت انه اليوم من خلال اهدائك الى كارت بدون اجور بدون مبلغ. العام الماضي كانت الدوره باسم سامي قفطان، نعم، تم الاحتفاء به بشكل يليق بفنه وتاريخه، وتم عمل له تمثال من البرونز، وتم عمل فيلم، وتم عمل فيلم يعني لحفيداته ولاصدقاء عمره، وظهر على الشاشه، واطلقت عليه لقب جبل الدراما العراقيه، واحتفينا بشكل يليق به. هاي العام الماضي. هاي السنه يعني فاز بجائزه افضل ممثل رائد عن دوره في خان الذهب اللي ظهر على ام بي سي عراق. موضوع الظروف والكارت، الجوائز 21 جائزة، كان سامي قفطان تسلسل 19، نبدأ من الأفضل إعلان، أفضل برنامج كردي، أفضل برنامج، أفضل ممثل واعد، وصعودا. نعم. يعني طوال 18 جائزة على مدار ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، كان يصعد اللي يعلن الجائزة يفتح الظرف يطلع الكارت المكتوب به اسم الفائز، وهذا معمول به في كل دول العالم. فهو على مدار ساعة ونص أو ساعة وربع جميع من حضر يعرف أن هذا الظرف الذي فتح وبه اسم الفائز، وهذا موجود بالفيديوهات. فائز بماذا؟ يعني مثلا تتفضل سارة الربيعي لإعلان جائزة أفضل ممثلة، هل من الصحيح أن تمسك الجائزة وتعلنها شفويا؟ طيب شلون عرفتها؟ غير أكو شيء يعرفها إنها مكتوب؟ نعم مكتوب، لأن هي سرية النتيجة. فهناك ظرف مكتوب عليه جولدن كريسنت اوورد، جائزه الهلال الذهبي، تفتحها الكارت مكتوب عليه اسم الفائز، فتعلين اسم الفائز فلان الفلاني. بعض الفنانين اخذوا الظرف من عندي شخصيا ومن الاخرين للاحتفاظ به كذكرى، كذكرى، لان هذا الظرف هو اللي نعلن به اسم الفائز. الاستاذ سامي قفطان اخذ الظرف وهو قاعد بي 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 الكرتونه اللي فيها اسمه. ليست هناك اي مبالغ ماديه. الظرف اعتقد اللي مكتوب عليه اسم سامي قفطان هذا يسوى ملايين الدولارات، لان هذا الاسم هو اسم عملاق وكبير وبحد ذاته اكبر من اي مبلغ مالي بصراحه. فهذا اللي صار. طيب بشكل عام يعني اليوم توزعت جوائز ماليه او مبالغ لاي شخصيه كانت حاضره؟ ابدا. في جائزة الأوسكار العالمية ليست هناك مبالغ مالية. نعم. في مهرجان برلين، في مهرجان القاهرة، في مهرجان قرطاج، في كل المهرجانات ليست هنالك جوائز مالية، يعني ليس هناك شيء في العالم تعطيني جائزة وتعطيني مبلغ مالي. يعني هذا مو موجود أصلا في العالم، ولا موجود في الهلال الذهبي منذ الدورة الأولى الى الدورة الأخيرة اللي هي الخامسة. ولا انت واعدهم باتصال انه راح يكون اكو جائزة مالية؟ يا ريت واحد يتصل علي يقول لي انت اتصلت عليه وقلت لي اكو مبلغ مالي. زين، شلون اني اتصل على شخص واقول له يعني انت لك مبلغ مالي؟ اذا هو فائز واني هاي النتائج هي نتائج سرية اعلنت في اللحظة. يعني هي الدعوة كانت مو عامة، وانما الدعوة كانت للفنانين المشاركين في الاعمار الرمضانية والاعلاميين المشاركين في البرامج الرمضانية.
والأصدقاء والأحبة من الوسط الفني والثقافي. طيب أيضا عندنا المخرج مهند حيال اللي ذكر بأحد المنشورات أنه هو ما كان مبلغ بأنه راح العمل ما يظهر أو ما أجت حتى دعوة أو برنامجه ما حد بلغه أنه راح يعني يتكرم، فهو لازم تكون اكو تكون لازم موافقه من خلاله، وايضا الاستئذان من حضراتكم تعرضون التكريم او تعرضون العمل للتكريم. سؤال، هل الهلال الذهبي طوال فتراته او اي مهرجان بالعالم يستاذن انه احد يكون مرشح؟ وين السريه بالموضوع؟ تم دعوته وموجوده دعوته عندي بالتليفون اذا تحبين انطيش دعوته، وكان يعلم جيدا انه مدعو، كل الفنانين هم مدعوين، يعني هو مدعو صادق اذا تحبين مدعو، كان يعلم بالموضوع. طيب هذا مهند حيال. هاي الدعوة وهاي المحادثة على الواتساب تقدرين تقريها. طبعا هذه رسالة من المخرج مهند حيال. صديقي حيدر، خالص الشكر لإرسالك الدعوة، وأعتذر من تلبية الحضور بسبب لأني في فترة حداد قبل أيام توفي أخي الأكبر جمال حيال، فائق الود، وأرجو قبول الاعتذار. إذن هو مدعو وكان يعرف بالدعوة وهو في مرحلة حداد. كيف واحد في مرحلة حداد يكتب كل هذه الكتابات؟ يعني استغرب عليه. على العموم هو محط احترام وتقدير، وهو مدعو مثل الحال لحال العشرات والمئات اللي اندعوا، وكان واحد من الحاضرين. اما بالتبليغ او انه عملك مرشح او لا، لا هذا مو موجود. وين السريه بالموضوع؟ مشابه لهذا الموضوع ايضا الممثله زهراء بن ميم ايضا انشرت بهذا الخصوص، ويعني بلغت انه اني عملي ما كان يفترض انه يشارك، لان احنا اصلا من القناه رافضين المشاركه بهذا المهرجان بسبب انه حتى لا يكون هو بسباق مع باقي الاعمال. وايضا حضرتك عرفت العمل وهي اعترضت على هذا الموضوع. اعترضت زهراء، هي صاحبه فضائيه او صاحبه شركه؟ سؤال. هي ممثله. زين شلون تقول احنا كفضائيه امتنعنا؟ هل هي صاحبه فضائيه الشرقيه؟ هل تمتلك زهراء الميم فضائيه الشرقيه؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، زهراء الميم هل هي الشركه المنفذه لعمل اقتحام؟ هل يعني هي لماذا تكلمت على لسان مهند ابو خمره؟ مهند ابو خمره هو صاحب ايتانا، هي صاحبه الشركه المنفذه، فهي تحدثت للاسف على لسان الشرقيه وعلى لسان شركه ايتانا. ما اجاك اتصال من الشرقيه او من المخرج؟ ايتانا؟ لا، شركه ايتانا او الشرقيه دعتهم وكانوا حاضرين وحاجزين، ولكن باللحظات الاخيره ما اكو حجز طيران ولهذا ما حضروا. والرسائل موجودة عندي بالواتساب. الأستاذة شيماء الجميلي اللي هي تنفذ أعمال الشركة مع الحبيب والصديق مهند أبو خمرة، وبلغتني بحضور الجميع. طيب إذا تتحدث بهذا الموضوع أيضا، إذا نرجع للأستاذ سامي قفطان، طالما انه انت ما تشوف نفسك مقصر بهذا الموضوع او مقدم التقصير، شفنا منشور وصفت به انه اني جعلت الناس يصفقون الى بالختام اللي اعترضوا عليه كل المسجات، وفيما بعد انمسح هذا المنشور. شنو سبب انه انمسح؟ انا خليت فيديو ايتي بالعربي. لما كان سامي قفطان صرح بها انه كاد يبكي من الفرح. وبشهاده بنت رضاب اللي كلمتني شخصيا قالت لي ابويا من 60 سنه ما مكرم بحياته مثل التكريم اللي صار عندك في جائزه الهلال الذهبي. فكتبت انه يعني سامي قفطان هذا الرمز العملاق بالفن العراقي أن يتحدث بهكذا لغة عن الهلال الذهبي، هو في العام الماضي كاد يبكي من الفرح.
وعملت دورة باسمه، عملت تمثال من البرونز. أما موضوع التصفيق، إحنا كعراقيين دائما كابتين مشاعرنا، يعني حتى بنقعد بالحفلات ما نقدر نوقف ونرقص كذا مثل الشعوب العربية. يعني أقوى شيء نقدر نصفق. فأنا طلبت من الحضور جميعا، وكان عددهم ما يقارب 800 شخص، الوقوف والتصفيق لسامي قفطان، وهذا موجود بفيديوهات موجودة. وكنا واقفين نصفق لسامي قفطان على مدار ربع ساعة من الزمن. وحتى أتذكر جملتي، قلت للمصورين شوي وخروا من عندي، أريد أشوفه. فحييته وقلت الجميع يقف ليصفق لهذا الجبل. هذا كان مقصدي من المنشور، خوفا من أن يفسر بشكل آخر من قبل ضعاف النفوس، حذفت المنشور. وعتبي على بنت رضاب أساءت إلي بمنشور. ايضا هي قدمت لك منشور من خلال السوشيال ميديا. نعم، واساءت لي شخصيا، انا اقولها شكرا جزيلا على هذه الاساءه. بنفس الوقت هي اللي شكرتك على التكريم هي الاول. هي شكرتني على الماضي، ورسائلها موجوده عندي. قلت لي انا ما اعرف كيف اجازيك. جازتني بالاساءه. اوف. طيب ما تواصلت وياها او ما؟ لا لا، اخت عزيزه ووالدها فنان كبير و عملاق، اكون له كل الحب والاحترام، وصدقا ما عندي اي شيء تجاهها ولا تجاه والدها. طيب الاساءه، انا يعني سويت اللي علي. الاساءه تقدمت من رضاب بسبب المنشور اللي نشرته؟ يعني انا فيما يعني اعتقد متفهم هذه الاساءه اللي صارت. والدها. والدها، نعم. والدها. لكن انا اريد هذه النقطة تجاوبني عنها، انه هي اساءت بمنشور بعد المنشور اللي انشرته. وبسبب الاساءة تمسحت المنشور حتى لا ينفهم غلط؟ لا، يعني تعرفين اي وحدة هسه تشوف والدها هو بطل، ووالدها هو فارس احلامها. فما بالك العراق باكمله يشوف انه هو جبل مثل ما انت وصفته. اي، فمحيت، لانه انا كنت اتمنى على السامي هذا الفنان الكبير لو متصل علي مثلا قال لي يعني الظرف فارغ، كنت افهم المغزى، كنت افهم المغزى واتلاف الموضوع. ولو هو يعني هو اصلا ما بي اي مبالغ الهلال الذهبي من اول دوره الى اليوم في اي مهرجان عربي ودولي، ماكو اي مبالغ. لانه هو يعني هذا الموضوع معيب بحقه، معيب بحقه يعني على العموم. بس انت راح تتلقى بعد هجمه اكبر بسبب هذا الجواب. هذا الجواب ما تحس انه اليوم ايضا انت ترجع تفتح الباب من جديد مدى تغلقها؟ لا، انت سالت ما جاوبت. ما جوابك اليوم لو متصل بي اتلافى الموضوع، يعني تتلافى بمبلغ المادي؟ يعني لا، مو بهالطريقه. شوفي ساره، ان تكتب شيء لشخص احتفى بيك بشكل يليق بتاريخك واسمك، وبشخص قدم العراق وقدم بغداد بحفل فني رائع، أن تأتي وتكتب وهناك ضيوف عرب ممكن يقرؤون، ممكن هناك ناس عرب تقرأ تقول شوف العراقيين فنانين. طيب ليش جاوبت العد عن عام؟ ليش رجعت للجواب بالسوشيال ميديا طالما ما تحب الناس تشاهد؟ لا، بس أو العرب يشاهدون. يعني بس ذكرت أنه العام الماضي كانت الدورة باسمك، وأنا اللي ما هذه إضافة للمهرجان اليوم الدورة باسمه. طبعا إضافة، إضافة للمهرجان. فبالتالي أنت هسه قلت أنه يعني هو أوكي هو قدم هذا بشكل يعني عام. يعني القصد أنه على الأقل أنا ما سئت لك، أنا بالعكس أنا احتفيت فيك أكثر من مرة، فبالتالي نواياي هي طيبة تجاهك وأنا محب. بهذا الحفل هاي السنة أنا أتذكر كنت مشغول، الوحيد يعني اللي مريت وشفته لمحته الاستاذ سامي، وخلي اتذكر اللقطه، كان يمكن معاه اتذكر جالس دكتور رياض شهيد، وقفت سويت تحيه وبسته وفتت قبل يعني قبل ما نبلش بالمهرجان. يعني فبالتالي انت تتذكره بالمحبه اللي كانت. انا كمحب فكنت اتمنى انه كمحب ان لا يسيء لنفسه ولا يسيء لهذا الحفل ولا يسيء للعراق. هو اساء للعراق ولم يسيء لحيدر النعيمي، لأن هذا حفل نقابة الفنانين الرسمي.
كان حق الرجل بعد يعني انه هو سائل للعراق. اي كان مفترض يتصل بي يستفسر عن ليش الظرف فارق حتى افهمه، او يستفسر من نقيب الفنانين افضل من ان 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 ياخذ الموضوع بالسوشيال ميديا بشكل اخر. استاذ حيدر يعني اليوم تصريحاتك ما اعرف شلون والله اساء للعراق بسبب منشور؟ نعم اساء للعراق؟ نعم اساء للعراق. هذا رايي. اليوم كل انسان هو حر برايه. الحفل لمن؟ لنقابه الفنانين العراقيين وليس لحيدر النعيمي. الحفل عندما يصبح ترند على المستوى العربي على مدار يومين. الفنانين العرب والصحافه العربيه عندما تشاهد البيجات فنان بحجم سامي قفطان يكتب بهذه الطريقه هي اساءه للصوره العراقيه، بالتالي اساءه للعراق. المهرجان للنقابه ولا لحيدر النعيمي؟ الحفل من فكره حيدر النعيمي، هو المؤسس وهو رئيس الحفل، والنقابه جعلت من الهلال الذهبي هو الحفل الرسمي لنقابه الفنانين كرعايه وكاشراف. وكل الشكر والتقدير للدكتور جبار جودي. تحية طيبة إلى أكيد. أكيد. إحنا يوم نفرح إنه الإنجازات والأشياء اللي هي تقدمنا بصورة جميلة للعرب، أيضا اليوم العراق والنقابة داعمة لها، لكن نغلق الأبواب اللغط اللي صار من قبل، لكن اليوم إحنا أيضا أرجع أعتب إنه طالما حضرتك طالبت قبل لا أغلق الباب. طالما حضرتك طالبت بأن الموضوع لو كان باتصال أفضل من النشر ليش ما تحاول تصلح الموضوع؟ يعني أستاذ كبير وفنان قدير اليوم ممكن أنه تترجعون يعني تتواصلون وتتواصل معه حتى تنغلق هذه الباب. ما عندي أي بادرة سوء تجاهها، أنا ما زلت محب ما زلت، ولكن هو خلص الموضوع طلع على العام يعني نقول بالعراق الجلاس ينكسر يرجع يتلزق من جديد خلاص، فهو كسر الجلاس. ان شاء الله ماكو اي كسره واي قزاز واي يعني ممكن كل الحب والاحترام. الف تحيه اكيد لاستاذنا وحبيبنا ولكن يعني اعتقد انه تسرع نوعا ما، اعتقد تسرع يعني الايام كفيله انه تصلح اللي انا ما زلت محب ومستعد اطلع من البرنامج اذهب على بيت مباشره، وهذا احنا ما نطالب به، يعني حتى نعرف انه اليوم حضرتك انت مقدم شيء جميل للعراق. لو كنت انا يعني عندي ملاحظه عليك يصير اكتبها واشهر ببرنامجك؟ اضرب برنامجك؟ اما اتصل عليك اقول لك اكو ملاحظه صارت، شنو هذا؟ فسري لي اياه، اذا فسرتي لي اياه بشكل غير مقنع بالتالي انا الي حر، يعني حر الكتابه. طيب شبكة إعلام العراق حضرتك تعمل بيها وأيضا محرر ومعد، اليوم ليش ما شفنا أكو مساهمة من شبكة الإعلام العراقي أو أكو دعم من خلالها لمهرجان الهلال؟ الشبكة داعمة وساندة لحيدر، داعمة بالنقل كيف ما شفناها داعمة. النقل هذا بحث آخر، النقل يخضع لضوابط. البحث الاخر خليه هسه يكون موجود بنصف الحديث. النقل يخضع لضوابط، النقل فيه محددات. هذا تلفزيون دوله، مو اي شيء ينقل عليه، اكو اشياء ممكن اكو اشياء غير ممكنه. طيب ان غادر شبكه الاعلام العراقي نخليها بشكل اوسع، جميع القنوات يوم هو حفل مثل ما احنا كنا شايفين حفل فخم وايضا كرم العديد وايضا حضروا شخصيات عربيه وشاركونا الفرحه وشاركونا الانجازات اللي قدموها الممثلين والاعلاميين، لكن يوم ايضا ما شفناه باي قناه فضائيه تغطي هذا المهرجان مثل باقي المهرجانات اللي نشاهدها احنا موجوده بالتلفزيون. القنوات العراقية لديها وجهة نظر تقول أن لن أنقل حفل تعطى جوائز لأكثر من قناة تلفزيونية منافسة. مع العلم مثلا مارك دور الام تي في مثلا تنقله، وفي جوائز الام بي سي والال بي سي والسي بي سي او دي ام سي او غيرها او ابو ظبي او دبي. هناك وجهات نظر يعني ليش دا انقل حفل فيه جوائز لفضائيات منافسة، فهذا الموضوع لا اكثر، ولكن كل القنوات حاضره وهي محط احترام وتقدير وتعمل تقارير للحفل، والتقارير ظاهره على القنوات جميعا يعني.
بس اليوم هواية شفنا تعليقات يقولون احنا دا نشوف هذا المهرجان الكبير، اليوم احنا دا نشوفه للسوشيال ميديا مو للشاشة العراقية. حاليا ما عادت الشاشة هي المسيطرة، عادت السوشيال ميديا هي المسيطرة، وأنا في صدد إنشاء قناة يوتيوب لوضع فيديوهات الدورات الخمسة للهلال الذهبي بشكل كامل، بتكون متاح للجميع. اكو اخر منشور نشرته انه دا تتوعد بالحفل الدوره السادسه للحفل الهلال الذهبي، ومن هسه انت راح تبدي تحضر له. شنو دا تحضر؟ بلشت التحضيرات منذ يوم امس على النسخه السادسه، وان شاء الله ستكون عراقيه عربيه. نرجع لنقطة عراقية عربية، هل راح يعني تكون أفضل ممثل عراقي، أفضل ممثل عربي، نعم. أفضل ممثل عراقية، أفضل ممثل عربية في دراما رمضان المقبل، وهذا يفتح باب للفنان العراقي تسويقيا بشكل كبير، وتكون بغداد والعراق هي قبلة العالم العربي في هذا الجانب. استاذ حيدر خليني ابقى بهذا الموضوع، لاني يعني جدا هامني هذا الموضوع، موضوع العربيا وعراقيا. شنو الغلط انه بالعراق يجون الممثلين العرب ويكرمون بالعراق بمهرجان عراقي وبالعراق؟ انا فعلت هذا الشيء، حضر عباس النوري، الفنان السوري الكبير، نعم اكيد، الفنان الكويتي الكبير داوود حسين، نعم. الناقده الكويتيه ليلى احمد، الشخصيه العراقيه المغتربه. ما احنا نخاف من هذا التوعد انه ممكن راح يكون، ترى التوعد غير الوعد، التوعد يعني توعد يعني شيء قاسي يعني. يعني ممكن لا. انت راح تخليه بال هو متوعد، هو ان شاء الله نقول انه هنالك نسخه سادسه مميزه عراقيه عربيه. عراقية عربي، ما هو هذا السنة إذا أنت تقصد على التكريم؟ حاليا عراقية فقط. حاليا عراقية، والتكريم اللي صار للعرب لحضورهم؟ هذا تكريم. ستكون السنة السادسة مشاركة إن شاء الله. الأعمال يعني الجوائز تكون قسمين، قسم للعرب وقسم للعراق. هنا راح تصير بعد مشاكل أكبر. ليش؟ يعني هذه السنة يا دوب أنت قدمت أكثر من 20 جائزة، 21 جائزة، وصارت هذه الإشكالات. طيب لو تقسمت إنه على قسمين لعربية وعراقية، احنا يعني من اللي راح يحصل؟ يعني قصدك من أي ناحية؟ الهجوم اليوم النجوم الفنانين، اليوم احنا دا نشوف الاعتراض دا يصير أيضا، أنا ما تكرمت برنامجي من هذا الاعتراض طبيعي لأهمية الهلال الذهبي، لأهميته. حلو. لو ما كان مهم ما كانوا تحدثوا. مرحب يعني انت بهذه جدا التعارف. فرحان بالاعتراض. اولا فرحان لانه لمست قوة الهلال الذهبي في نفوس الاخرين. هاي الروح المرحبة اليوم تبدا اشوفك مرحب ومستوعب اليوم محبتهم، ويوم لا مو محبتهم، اعتراضهم. اعتراض ومحبة. لا المحبة غير، المحبة تعطيني قوة. ايه الاعتراض يعني هم حابين يكون اسمهم بالمهرجان؟ يعني اكيد كل واحد يحب ياخذ جائزة الهلال. ما انت هسه قلت انه لان اسم مهم الهلال الذهبي، فهذه محبة. اليوم انا احب اكون القصد انه هاي الاصوات المعارضة والمنكلة، منكدة والمنكلة، ما اوكي تنكل، هي دليل على قوة الهلال. لو ما كان قوي ما كان تحدث. طيب ايضا احنا اليوم نريد ناخذك الى جانب، وهذا من قبل الجمهور، هذه مو اسئلتنا اليوم، يقولون انه كثير شخصيات يعني ما تكرمت، لكن اللغط اللي صار او الدائره اللي دخلوا بها اكثرها هم الاسماء اللي يعني منتسبه الى المخرج، تحياتنا الى اكيد علي فاضل، يعني اليوم الدائره صارت لهم بالجوائز الاكبر، الدائره الاكبر لهم. لا هذا غير صحيح. اولا تحياتنا الكبيره للمخرج المهم اللي وصفوه النقاد بعمل غيد بانه نيو لوك للدراما العراقيه، ولكن بالنسبه لعدد الجوائز خان الذهب حصل على نفس عدد الجوائز. نحسب خان الذهب، يلا مو غيد، سامي قفطان، اميره جواد، غسان اسماعيل، ساره البحراني، سيف الشريف، رويده شاهين، ساره اوس، رحمه رياض، 8 جوائز. طيب
طيب ليش لعن هذه الاسئله؟ يمكن لاحظتها ايضا بصفحتك. شفتي شلون صار عندك علامه استفهام؟ يعني اليوم اكو توازن بالموضوع. لا يعني هو اثمن جوائز بخان الذهب، ما حد من جاب سيره خان الذهب، لانه اعتقد التفاعل اللي صار بمسلسل غيد، مجموعه علي فاضل ولاية بطيخ، يعني كان مدوي اكثر من طاوله خان الذهب، ولهذا اعتقد البعض انه جوائز ذهبت جميعها الى غيد. لكن هي يوم اكو توازن كان بالموضوع، وايضا كانت اكو اللجنه كانت محترمه جدا، اللي تتالف من الناقد مهدي عباس، الفنان عياد الطائي، السيناريست الكبير علي صبري، الفنان الكويتي داود حسين، والناقده الكويتيه ليلى احمد. اعتقد هذه لجنه محترمه وتستحق التقدير والاحترام، هي من قررت هذه الجوائز. طيب اذا نجي للفنانين العرب اللي حضروا بهذا المهرجان، اليوم الفنانين العرب كيف يعني وصلتم لهم هذه الفكره انه او قبلوا بهذه الدعوه وقبلوا انه شلون التفاصيل اللي صارت؟ اتصلت انا بهم شخصيا. وكانوا مرحبين. وبالمناسبه كانت هناك اكثر من فنانه تنوي الحضور، ولكن بسبب تزامن مهرجان كان في فرنسا مع الهلال الذهبي، يعني صار شوي الحضور صعب، لان البعض راح اللي كان في باريس، وكل العرب اللي حضروا كانوا سعيدين جدا بالاجواء، وما اعتقد احنا قصرنا معاهم. وعندما غادروا يعني كانت كلمات الشكر والثناء لهذا الفعل الجمالي الذي كان في بغداد، وقع جميل عليهم. طبعا قبل لا اختم سؤالي الاخير هو اربط الاحزمه، شو وقت ترجع تخلينا او تخلينا ننتظر نتحمس لربط الاحزمه؟ والله يعني هو هاي الجمله اللي صار لي سنين اقولها وكذا، ما عادت يعني تثير اهتمامي مثل السابق بصراحه. هل هذا غرور؟ لا، وليش غرور؟ سابقا كنت تحتاج اربط الاحزمه. مو احتاج، انا عمري ما احتاجيت. اي بس انت كنت تستخدم اربط الاحزمه وتواعد الناس باربط الاحزمه. يعني نوع من الترقب، يعني حاليا اشوف نفسي انه ما احتاج هواء كثيرا. يعني ما راح نلقى بعد اربط الاحزمه؟ لا ممكن ممكن. ما اعرف اكو دبلوماسية بال لا والله ما اكو دبلوماسية. طيب احنا انا هذا الحوار باكمله اليوم هو حضرتك مثل ما انا ذكرت بدايته متهم ومطالب بال اليوم انت توضح امور، ما ننسى البارك لك ونشكرك لهذا الانجاز وهذا التحقيق اللي صار، هو الجمهور طالبه والجمهور حاب انه يسمعه ويسمع اجوبتك على هذا الموضوع، وايضا مو فقط الجمهور ايضا الاصدقاء. فاليوم اني اذا اريد اشكرك، اشكرك على انجاح هذا المهرجان، اشكرك اليوم على كل تفصيله قدمتها للعراقيين وللفنانين وللممثلين والاعلاميين بصوره عامه. اليوم انت قدمت اشياء حلوه، قدمت السعاده، ابسط شيء اذا احنا نريد نعرف به السعاده قدمتها لقلوب كثير من الرواد وايضا الشباب. فشكرا لك ومبارك، واحنا موجودين لك اكيد بكل دوره. ربي يبارك فيك، كل الشكر والتقدير لك وللزملاء في البرنامج ولكل مشاهدي فضائية السامراء. ان شاء الله نكون على الموعد دائما بحفل جوائز اهم واكبر واضخم. شكرا لك استاذ حيدر. اذا مشاهدينا كانت استراحة الظهيرة اليوم بالمهرجانات والتكريم وختمناها، فشكرا لكل من تابعنا وانتظرونا ايضا بحلقة اخرى. الى اللقاء.